نشرة أخبار الثامنة مساء تأتيكم من الفضائيات المصرية والنيل الأخبار. والبداية أرحب بزملاتي فاطمة. أهلا بك عمرو، أهلا بحضرتكم. هذه نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الرئيس السيسي يختتم زيارته للإمارات بعد مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات. هيئة الانتخابات تكشف آخر استعدادات انتخابات رئاسة غدا، والحوار الوطني يدعو مؤسسات الدولة إلى الحياد مع جميع المرشحين. انطلاق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة 87 بنيويورك بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وتابعوا معكم في نشاطنا الاقتصادية. تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية ورأس المال السوقي لأسهم الشركات يرتفع ب18 مليار جنيه. ومعكم في أخبار الرياضة، مانشستر سيتي يبدأ حملة دفاع عن لقب دوري الأبطال بمواجهة ريد ستار الصربي. أهلا بكم من جديد. اختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتقى خلالها الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات في أبوظبي. وقد بحث الزعيمان سبل تعزيز العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة، كما استعرضا آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا محل الاهتمام المشترك. اختتم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته لدولة الإمارات الشقيقة، والتي التقى خلالها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات. اللقاء بين السيد الرئيس والشيخ محمد بن زايد قد شهد بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتباحث حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وقد أعرب السيد الرئيس عن خالص الشكر والتقدير لحسن الاستقبال وكرم الضيافة. وفي نهاية اللقاء غادر السيد الرئيس دولة الإمارات عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن. يعقد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري غدا مؤتمرا صحفيا لإطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة. كان الجهاز التنفيذي قد عد تقريرا شاملا يتضمن الانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التي حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، وذلك في إطار الاستعداد لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي المهم. وقد أحال الجهاز التنفيذي تقريره إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات الذي عقد بدوره عددا من الاجتماعات للتأكيد على الجاهزية الكاملة لإجراء العملية الانتخابية على النحو الذي يتفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الراسخة بشأن الانتخابات. أوصى مجلس أمناء الحوار الوطني القوى الفاعلة في الحياة السياسية المؤيدة والمعارضة والمستقلين بالنظر في انتخابات الرئاسة المقبلة على أنها استحقاق مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدني الديمقراطية الحديثة.
وفي بيان وضعه مجلس أمناء الحوار الوطني عدد من المبادئ الضرورية لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية، وقد أكد البيان على ضرورة أن تقف أجهزة ومؤسسات الدولة على مسافة واحدة من جميع المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية مع حقهم في حرية الحركة والسعي لجميع التأييدات والاتصال بالناخبين والتغطية الإعلامية بشكل متكافئ، وذلك بالإضافة إلى أهمية توعية الناخبين بجوانب العملية الانتخابية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية العمالية وكذلك وسائل وأجهزة الإعلام المختلفة، وتسهيل الإجراءات اللازمة لمشاركة المصريين في الخارج، وأيضا توسيع مشاركة الأشخاص ذوي الهمم في الحياة العامة وتيسير إجراءات ممارساتهم لهذا الحق. وقد دعا البيان أيضا إلى استكمال جهود مراجعة أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطيا وكذلك الممنوعين من السفر من غير المدانين أو المتهمين باستخدام العنف أو التحريض عليهم، وكذلك تعديل أحكام الحبس الاحتياطي ودعم حرية عمل الأحزاب السياسية وحرية حركاتها، وكذلك دعم حرية الصحف ووسائل الإعلام وبذل كل الجهود الممكنة والمتاحة لسلامة إجراءات كافة الانتخابات العامة والمحلية والنقابية ونزاهتها وتعديل قوانين الانتخابات لضمان التمثيل العادل والمتوازن لكافة القوى المجتمعية. دعا حزب مصر بلدي في بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إعلان ترشحه لفترة رئاسية جديدة مع دعم الحزب الكامل لسيادته خلال الفترة المقبلة ولدعم مسيرة التنمية والإنجازات، ودعوة كافة أطياف الشعب المحب لوطنه وقيادته السياسية لاستكمال مسيرة العمل والتنمية وتحقيق رؤية مصر 2030. كما أكد حزب الأحرار الاشتراكيين على دعمه الكامل لترشح الرئيس لفترة رئاسية جديدة، وذلك لما حمله سيادته على عاتقه من حماية الوطن من محاربة الإرهاب الأسود، وفي الوقت ذاته قام دولة تشهد فيها تعظيم مفاهيم التنمية الشاملة من أجل الجمهورية الجديدة التي يحلم بها كل مواطن. وقد أعلن حزب السادات الديمقراطي اعتبار الرئيس عبد الفتاح السيسي مرشح الحزب الرئاسي إيمانا من الحزب بجهوده على الأصعدة كافة محليا وإقليميا ودوليا وتحقيق مشروعات قومية وغيرها من مسارات تتوافق مع برنامج الحزب العام. ومن جانبها نشدت النقابة العامة للعاملين بالنقل البري السيد الرئيس بالترشح لفترة رئاسية مقبلة، وذلك لتحقيق تطلعات الشعب المصري ومواصلة مسيرة العطاء التي بدأها سيادته، وذلك للحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة بشكل عام. وقد نشدت اللجنة النقابية العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج السيد الرئيس للترشح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال ما بدأه من إنجازات في جميع المجالات خاصة المشروع القومي للنهوض بصناعة الغزل والنسيج. كما ناشد الاتحاد العام للغرف التجارية الرئيس السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة لضمان الاستقرار السياسي والأمني وللمضي قدما في الثورة التشريعية والإجرائية وتعجيل الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية لنبدأ بقيادته في حصاد نتاج النهضة التي شهدتها مصر. عقد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي سلسلة من الاجتماعات استعرض خلالها ملفات التعاون الثنائي بين مصر والصين وإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر. وخلال اجتماع لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تحلية المياه أكد رئيس الوزراء ضرورة إتاحة الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات التحلية. هذا وقد ترأس مدبولي أيضا اجتماعا لاستعراض مخططات المرافق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. نشاط مكثف لرئيس مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، فالبداية ترأس الدكتور مصطفى مدبولي لاجتماع اللجنة الوزارية لوحدة الصين استعراضه لملفات التعاون الثنائي بين البلدين والذي وصل حجم التبادل التجاري فيه ل 18 مليار دولار وحجم استثمارات بلغت 8 مليارات دولار. الاجتماع أيضا تطرق لزيادة التعاون في منطقة تيدا والتي يوجد بها 141 شركة في قطاعات صناعية وخدمية وإدارية وتجارية، إضافة لذلك تم الحديث عن زيادة مجالات التعاون في مجالات تنمية المناطق الصناعية واللوجستية ومشروعات البتروكيماويات وخدمات السفر والاستثمار السياحي.
واستكمالا لملف الاستثمار، وجه رئيس مجلس الوزراء خلال ترأسه الاجتماع الأول للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر إلى تشكيل لجنة تنفيذية لتلقي الطلبات واستصدار الموافقات المطلوبة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، مع وجود حزمة حوافز استثنائية إضافية للشركات التي ستقوم بتوقيع العقود النهائية. الاجتماع ناقش أيضا إنشاء محطات توليد كهرباء بقدرة تصل إلى 44 جيجاوات وإنتاج وقود أخضر بسعة إجمالية تفوق 12 مليون طن سنوية. ومن الهيدروجين الأخضر إلى ملف تحلية المياه، فأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على سرعة تنفيذ محطات تحلية مياه البحر وتشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص، خطة متكاملة تضمن تنفيذ عدد من المحطات بطاقة تصل إلى 9 ملايين متر مكعب طبقا لما عرضته المهندسة رندا المنشاوي مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى 21 مشروع آخر تنفذ في 10 محافظات. واستعرض رئيس مجلس الوزراء مخططات المرافق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال المرحلة المقبلة. وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن الاجتماع استعرض موقف إنتاج المياه من محطات التحلية والطاقة الاستيعابية لمحطات الصرف، وتم خلال الاجتماع الموافقة على تنفيذ مأخذ مياه بطاقة 340 ألف متر ومحطة لتنقية المياه بما يخدم التوسعات في المشروعات التنموية. حمد العربي، التلفزيون المصري. بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري انطلقت اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دور انعقادها 87. وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية حذر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن السودان يهوي إلى حرب شاملة ويواجه خطر الانقسام. هذا وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تنفيذ خطة إنقاذ لتجنب تخلف أهداف التنمية المستدامة عن ركب التقدم. كما أكد أن الاجتماعات بمثابة منصة فريدة لإعادة الالتزام بخطة عام 2030 والتي تعد منارة أمل وخريطة طريق للعمل المشترك من أجل خلق عالم أكثر إنصافا وعدلا واستدامة. من جانبه أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة وحلفائها سوف يواصلون الوقوف إلى جانب أوكرانيا في دفاعها عن سيادتها ووحدة أراضيها. وفي الوقت ذاته أكد بايدن أن بلاده سوف تقوم بدورها في تسوية النزاعات بشكل سلمي من أجل العيش في عالم مستقر وآمن يواجه الإرهاب والجريمة والهجرة غير الشرعية ويكافح الأمراض والأوبئة أيضا. عندما تسوى النزاعات سلميا يمكن للبلدان أن ترسم مصيرها بنفسها. الولايات المتحدة تسعى إلى عالم أكثر أمانا وازدهارا لكل الشعوب. يتعين على الأمم المتحدة أن تستمر في صون السلام ومنع النزاعات وتخفيف معاناة الإنسان، ويجب أن نبحث عن السبل المبتكرة لتخفيف معاناة الشعوب. ومع انتشار الإرهاب عبر العالم نعمل مع شركائنا كذلك لكي نتصدى للشبكات الجرمية ولكي نحمي شعوبنا. أهلا بحضراتكم مجددا، ونستأنف تقديم أخبار الثامنة. أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن المعاناة سوف تستمر في المنطقة إلى أن يساعد العالم في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وحل القضية الفلسطينية وهي القضية المركزية في الشرق الأوسط. وقد أكد العاهل الأردني على ضرورة الاعتراف بقرارات الأمم المتحدة منذ بداية هذا الصراع، وكذلك الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد نحو تحقيق السلام الشامل والدائم. ستستمر المعاناة في منطقتنا إلى أن يساعد العالم في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وحل القضية المركزية في الشرق الأوسط. This is the heart. هذا هو جوهر حل الدولتين والسبيل الوحيد نحو السلام الشامل والدائم. نحن نرى الإسرائيليين ينخرطون في التعبير عن هويتهم الوطنية والدفاع عنها.
في الوقت الذي يحرم فيه الفلسطينيون من ممارسة الحق ذاته في التعبير عن هويتهم الوطنية وتحقيقها. إن المتطلب الأساسي لهذا الحق هو قيام دولتهم المستقلة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام وازدهار إلى جانب إسرائيل. وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ترأس وزير الخارجية سامح شكري الاجتماع الوزاري التشاوري العربي نيابة عن وزير خارجية المغرب الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي. وخلال الاجتماع قدم شكري إحاطة بشأن الاجتماع الوزاري الذي عقد بدعوة من الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والسعودية بمشاركة مصر والأردن لدعم جهود إحياء عملية السلام على أساس مبادرة السلام العربية والأفكار الأوروبية المطروحة في هذا الإطار. من جانبه قدم وزير خارجية فلسطين خلال الاجتماع إحاطة حول مستجدات القضية الفلسطينية ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن القضايا الخاصة بفلسطين في الجمعيات العامة للأمم المتحدة. كما شارك وزير الخارجية سامح شكري في فعاليات من تنظيم مجلس الأعمال للتفاهم الدولي في نيويورك والتي شهدت مشاركة من ممثلي كبرى الشركات الأمريكية المستثمرة في مصر أو الراغبة في الاستثمار. وخلال اللقاء أجرى شكري حوارا مفتوحا للإجابة عن استفسارات المستثمرين، وقد استعرض برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به مصر وبتطبيقه لتعزيز النمو المستدام. كما تطرق أيضا إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد الدولي والتي نتجت عن أزمات منها الحرب في أوكرانيا وكذلك جائحة كورونا، وأسفرت عن تداعيات منها أزمتي الطاقة والغذاء، مشيرا لأن مصر نجحت في الحد من تداعيات أضرار هذه الأزمات من خلال ما تبنته من إصلاحات مالية وهيكلية ساهمت في توفير الحماية من عواقب اقتصادية ضخمة. كذلك شارك وزير الخارجية في الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة أصدقاء مبادرة التنمية العالمية، وأعرب شكري عن تقديره لعقد مثل هذا الاجتماع المهم، مؤكدا أن الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم الآن متعددة الأبعاد بما في ذلك أزمتا انعدام الأمن الغذائي العالمي ونقص موارد الطاقة، إضافة إلى عبء الديون المتزايد والنزوح البشري، ما يعيق جهود أهداف التنمية المستدامة. وأكد شكري دعم مصر الكامل مبادرة التنمية العالمية والالتزام المستمر في دعمها وجهودها لتعزيز التعاون الدولي في مجال التنمية. كما عقد أيضا وزير الخارجية سامح شكري لقاء مع نظيرته الكندية ميلاني جولي، حيث شهد التشاور بشأن مختلف القضايا الدولية ذات البعد المشترك ومنها الأزمة في السودان والتحديات الاقتصادية الدولية. وقد أشارت الوزيرة الكندية لاهتمام بلادها بالتعامل مع تحديات الأمن الغذائي، معربة عن استعداد بلادها لدعم مصر بالداخل المنظمات الدولية في هذا الشأن، كما أكدت على أهمية مصر كأحد المقاصد الرئيسية للسياحة الكندية. متواصلون مع حضراتكم ونتابع. طائرات بحث وإنقاذ مصرية تشارك في انتشال الجثث وإنقاذ المصابين في درنة الليبية. أذربيجان تنفذ عملية عسكرية في إقليم ناغورنو كاراباخ ضد القوات الأرمينية. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الأشقاء خلال أوقات المحن والأزمات، شارك عدد من طائرات البحث والإنقاذ المصرية في عمليات انتشال الجثث وإنقاذ المصابين في المناطق التي ضربها الإعصار في ليبيا خلال الأيام الماضية. إذا
استمرارا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة في دعم الأشقاء الليبيين، شاركت عدد من طائرات البحث والإنقاذ المصرية في انتشال الجثث وإنقاذ المصابين في المناطق المنكوبة التي ضربها الإعصار خلال الأيام الماضية. قامت القوات المسلحة بإنشاء معسكر الإغاثة المصري بمنطقة مرتوبة داخل المناطق المتضررة قرب مدينة درنة للتخفيف عن المواطنين المتضررين من الإعصار وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والإنسانية لهم. أنا أشكر ربنا الأول الحمد لله على الحمد لله اللي أنا فيه، وبعد كده أشكر الجيش المصري كله من الرئيس عبد الفتاح السيسي الأصغر جندي في الجيش المصري على الاهتمام والرعاية اللي بيهتموا بهم لرعاياهم في أي مكان إذا كان في مصر أو برا مصر. اللي أنا شفته بعيني إن أنا من ساعة ما جيت الناس يعني ملمومة حوالين مني، وكل ساعتين حد بيجي يبص عليا ويسألني على العلاج ويسألني على الأكل، وبتاكل وبتشرب والأكل تمام وبيرعوني والحمد لله رب العالمين. خدت علاج امبارح، الدكاتره اتلموا عليا اعطوني حقن واعطوني اسعافات واعطوني علاج لغايه الساعه 4 الفجر، كل شويه كل ساعتين دكتور يجيني. الحمد لله رب العالمين على كل شيء. طبعا احنا جايين امبارح الساعه 4 صراحه، علاج كافي، مراعيه كافيه، اكل وشرب وكل حاجه الحمد لله، محدش قصر معانا في أي حاجة لغاية الساعة 4 الفجر وهم بيكشفوا علينا. بنشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبنشكر رجالته الجيش المصري، جزاه الله كل خير سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما قامت القوات المسلحة بتقديم العديد من المساعدات الإنسانية العاجلة ووسائل الإعاشة للمواطنين في العديد من المناطق الصعب الوصول والخروج منها. يأتي ذلك انطلاقا من الثوابت المصرية الراسخة تجاه أشقائها من الدول في مواجهة كافة الأزمات والمحن. قالت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن السلطات الليبية رفضت دخول فريق تابع للمنظمة الدولية كان من المقرر أن يتوجه إلى مدينة درنة للمساعدة في مواجهة آثار إعصار دانيال. وكانت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب قد أصدرت في وقت سابق قرارا بمغادرة صحفيين مدينة درنة التي اجتاحتها السيول والفيضانات الأسبوع الماضي. وقال وزير الطيران المدني في حكومة شرق ليبيا إن القرار لا علاقة له بالاحتجاجات التي خرجت في درنة الليلة الماضية، مشيرا إلى أن المسألة تنظيمية لتهيئة الظروف لفرق الإنقاذ للقيام بالعمل بأكثر سلاسة وفاعلية. اقتحم مستوطنون إسرائيليون باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. وقالت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت 4 فلسطينيين من بينهم طفل من مخيم العروب شمال محافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة، وذلك بعد مداهمة منازلهم. كما اعتقلت شابا آخر من البلدة القديمة في القدس. وعلى صعيد متصل أفادت وزارة التعليم الفلسطينية بأن عشرات الطلبة أصيبوا بحالات من الاختناق جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة عنتا بالقدس وتمركزهم في محيط تجمع مدارس وإطلاقهم لقنابل الغاز المسيل للدموع.
طلبت أوكرانيا محكمة العدل الدولية بإلزام روسيا بدفع تعويضات بسبب ما أسمته حرب الإبادة التي تشنها موسكو ضدها. وقال أنطون كورنوفيتش المتحدث الرئيسي باسم أوكرانيا أمام محكمة العدل في لاهاي، قال إن روسيا ليست فوق القانون وإنه يجب أن تخضع للمحاسبة. كما قال كورنوفيتش لقضاة المحكمة إن انتهاكات روسيا المستمرة يجب أن تتوقف. استبعد المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة، مشيرا لأن بلاده تقدم الدعم الإنساني لكييف. من جانبه كشف وزير الدفاع الأمريكي لويد أستون خلال زيارته لألمانيا عن أن أوكرانيا ستحصل قريبا على دبابات من طراز إبراموز وذلك من الولايات المتحدة الأمريكية. وقال أستون في افتتاح اجتماع مجموعة الاتصال حول الدفاع في أوكرانيا أن الدبابات من طراز إبراموز 1 والتي تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بتقديمها ستدخل إلى أوكرانيا قريبا. وميدانيا أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 3 مدنيين في كوبيناسك واثنين آخرين في خرسون وسادس في لفيف، وذلك في ضربات شنتها روسيا في أوكرانيا. وفي وقت سابق أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت 27 طائرة من دون طيار تابعة للجيش الروسي. ومن جانبه أكد مسؤول روسي أن وحدات مضادة للطائرات تمكنت من إسقاط 3 أهداف جوية فوق منطقة بيلغورد بجنوب روسيا. أعلنت القوات البحرية الأوكرانية أن الجيش الروسي يحتفظ بثمان سفن في مهمات قتالية بالبحر الأسود وبحر أزوف وكذلك البحر المتوسط. يأتي هذا بينما غادرت سفينة شحن محملة بالقمح ميناء تشورموريسك الأوكراني على البحر الأسود بالرغم من التهديد الروسي بالتعامل مع السفن المدنية كأهداف عسكرية محتملة. وقد صرح وزير البناء التحتية بأن السفينة المحملة بثلاثة أطنان من القمح غادرت الميناء متوجهة نحو مضيق البسفور، موضحا أن السفينة دخلت الميناء الأوكراني قبل أسابيع عبر الممر الذي أنشئ حديثا لذلك. من جهة أخرى، دعا وزراء خارجية مجموعة السبعة الصين إلى ممارسة الضغوط على روسيا لوقف الحرب على أوكرانيا والانسحاب الكامل وغير المشروط من أراضيها. جاء ذلك خلال اجتماع وزراء خارجية السبعة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقالت كاميكاوا يوكو وزيرة خارجية اليابان التي تترأس بلادها مجموعة السبعة هذا العام، قالت إنه من المقرر أن يجتمع وزراء خارجية مجموعة السبعة بالعاصمة اليابانية طوكيو في 7 نوفمبر القادم لإجراء مزيد من المحادثات حول أوكرانيا. دعا متظاهرون في بريفان عاصمة أرمينيا رئيس الوزراء الأرميني للاستقالة، وذلك عقب بدء أذربيجان عملية عسكرية لمكافحة الإرهاب هناك وذلك ضد أقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه بين الجانبين. يأتي هذا بينما أعلنت أذربيجان سقوط أول قتيل مدني في المعارك الدائرة بالأقليم. من جانبهم قال انفصاليون أن كاراباخ قد قتل به 5 أشخاص على الأقل وقد أصيب نحو 80 آخرين من بينهم 15 مدنيا جراء العملية العسكرية الأذربيجانية. كما قالت سلطات أن أذربيجان تستخدم الطيران والمدفعية والمسيرات في الهجوم. وكانت وزارة الدفاع بأذربيجان قد أعلنت في وقت سابق من اليوم إطلاق عمليات لمكافحة الإرهاب تستهدف القوات الأرمنية في إقليم ناغورنو كاراباخ، وذلك بعد مقتل 4 شرطيين ومدنيين 2 إثر انفجار لغمين في الإقليم محملة للأزمة للأرمن عما حدث هناك. هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات حفظ السلام الروسية في إقليم ناغورنو كاراباخ بدأت في إجلاء مدنيين جراء العمليات العسكرية الأذرية، داعية أطراف النزاع إلى وقف فوري لإطلاق النار واتخاذ إجراءات لنزع فتيل التوتر واستكمال مسار التفاوض. في السياق ذاته كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف النقابة عن أن الجيش الروسي على اتصال مباشر مع الجانبين الأرميني والأذري على أعلى المستويات. وقال بيسكوف إن روسيا تجري الاتصالات حاليا من خلال جيشها والإدارات الأخرى، كما يتم تنسيق الاتصالات على أعلى مستوى. وصلت الطائرة التي تقل 5 أمريكيين لقاعدة فورت بلوفور الجوية جنوب غرب العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك بعد أن أفرجت إيران عنهم. وجاء ذلك غداة مبادلة الأمريكيين 5 ب5 إيرانيين كانوا محتجزين في الولايات المتحدة، وذلك فضلا عن الإفراج عن 6 مليارات دولار من أموال طهران.
قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، قال إن الأزهر يحمل على عاتقه نشر صحيح الدين الإسلامي وتصحيح الصور المغلوطة عن سماحة هذا الدين الحنيف. جاء ذلك خلال استقبال الإمام الأكبر سفير مملكة تايلاند لدى القاهرة، حيث أعرب الطيب عن تقديره لما تقوم به السفارة من جهود لمتابعة طلاب تايلاند الدارسين في الأزهر وتكريس الوقت والجهد لخدمتهم. من جانبه جدد سفير تايلاند دعوة بلاده لشيخ الأزهر لزيارة تايلاند، مؤكدا أن بلاده حكومة وشعبا تتطلع لهذه الزيارة. استقبلت وزيرة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج السفيرة سهى جندي وفدا من مشيخة الأزهر الشريف لبحث التعاون في توعية الجالية المصرية بالخارج. وخلال اللقاء أشادت الوزيرة بدعم فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر الشريف للمصريين بالخارج وحرصه على توعيتهم، مثمنة ما يقوم به الأزهر الشريف عبر المركز العالمي للرصد والفتوى في محاربة الأفكار الهدامة والتخريبية. وقد عربت وزيرة الهجرة عن ترحيبها الشديد بالتعاون مع مؤسسة الأزهر للتعريف بوسطية الإسلام بين الجاليات المصرية حول العالم، وبجانب نقل الصورة الحقيقة لعاداتنا وتقاليدنا وغلق الباب أمام الجماعات المتطرفة في استغلال الشباب. وعلى جانب آخر، أكدت وزيرة الهجرة تطلعها لتعزيز التعاون المثمر القائم مع الأكاديمية الوطنية للتدريب خلال الفترة المقبلة بما يضمن تحقيق استفادة لشرائح مختلفة من المواطنين بالخارج. جاء ذلك خلال استقبالها للمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين الوزارة والأكاديمية. ومن جانبها أكدت راغب أن الأكاديمية الوطنية للتدريب على استعداد لإطلاق هذا البرنامج بالتعاون مع وزارة الهجرة، منوهة باستمرار التعاون مع الوزارة. لليوم الثاني على التوالي تتواصل بمدينة شرم الشيخ فعاليات الملتقى الخامس للتأمين وإعادة التأمين، والذي قام تحت رعاية مجلس الوزراء وبتنظيم من الاتحاد المصري للتأمين لدعم الشمول المالية. عقب يومين من الجلسات والمناقشات، اختتمت بمدينة شرم الشيخ فعاليات الملتقى الدولي الخامس للتأمين وإعادة التأمين الذي عقد تحت شعار صناعة التأمين المضي قدما نحو تخطي العقبات. الجلسات ركزت على تحقيق الشمول التأميني والوثائق التأمينية لمواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية. لازم يكون في موازنة ما بين أو توازن ما بين متطلبات معدين التأمين والضغوط الاقتصادية الموجودة على المواطنين، فاحنا كشركات تأمين دورنا ان احنا نلعب هذا الدور بحيث ان نقلل الضغط على المواطنين، نحاول على قد ما نقدر نقدم منتجات تأمينية متميزة بأسعار معقولة. المشاركون في الملتقى أشادوا بما حققته مصر في مجال التأمين ودور الاتحاد المصري للتأمين في تحقيق التطوير المستمر الذي يشهد هذا القطاع الحيوي الداعم للاقتصاديات الوطنية. كل المؤتمرات اللي عم تنعقد من قبل الاتحاد المصري لشركات التأمين عم بتكون مميزة وعم بتكون الأفضل على الإطلاق من حيث نوعية المحاضرين وحتى عدد المشاركين والفرايتيز أو تنوع بالموضوعات اللي عم تكون مطروحة. التدريب والمؤتمرات زي هيك هي مهمة، فنحن كشركة أردنية تهتم في التدريب، منلف على الأسواق ومنشوف وين في ضعف أو في حاجة لورشات عمل وتدريب في قطاع التأمين. توصيات المؤتمر بشكل عام هو ان احنا يبقى في تطور تكنولوجي في القطاع دوت والتحرك للقدام لتسهيل العملية التأمينية. إذن فقد أزل الستار عن الملتقى الدولي الخامس للتأمين وإعادة التأمين بعد أن تم التركيز على أهمية التسويق التكنولوجي للمنتجات التأمينية وأهمية التركيز على التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية وضرورة اتحاد شركات التأمين حول العالم لمواجهة تلك المتغيرات. لمياء موافي، التلفزيون المصري. كشفت البعثة الأثرية المصرية الفرنسية المشتركة بين المجلس الأعلى للأثار والمعهد الأوروبي للأثار البحرية عن معبد للإلهة أفروديت من القرن الخامس قبل الميلاد، وذلك خلال أعمال التنقيب تحت الماء بمدينة تونس هيراكليون الغارقة بخليج أبي قير بالإسكندرية. وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار الدكتور مصطفى وزيري أن البعثة عثرت بداخل المعبد على لقن أثرية برونزية وخزفية مستوردة من اليونان، إضافة إلى بقايا أبنية مدعومة بعوارض خشبية يعود تاريخها للقرن الخامس قبل الميلاد.
من جانبه أشار رئيس المعهد الأوروبي للآثار البحرية إلى أن البعثة عثرت أيضا على المنطقة التي كان يخزن بها القرابين والنذور والعناصر الثمينة بمعبد آمون الغربي، وهي عبارة عن مجموعة من الحلي الذهبية. الآن موعد أخبار المال والأعمال مع حسام الدين عاطف. شكرا للزميلة فاطمة نبيل، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. أخبار المال والأعمال في نشرة الثامنة، نبدأها من البورصة المصرية التي تباين أداء مؤشراتها لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء جلسة منتصف الأسبوع وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية. قابلتها عمليات بيع من قبل المستثمرين الأفراد العرب والمؤسسات المحلية. المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية جي اكس 30 ارتفع بنحو 1% ليصل إلى مستوى 19954 نقطة، بينما تراجع المؤشران اي جي اكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.4% واي جي اكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.1%. وقد ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق بنحو 18 مليار جنيه. أكد وزير البترول طارق الملا أن العالم لا يزال في حاجة إلى الوقود الأحفوري والطاقة التقليدية، وأن أمن الطاقة والاكتفاء من مواردها يشكلان أولوية عالمية. جاء ذلك في كلمة الوزير خلال جلسة المائدة المستديرة التي نظمها منتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة. وأكد الملا أن التحديات العالمية في مجال الطاقة أظهرت أيضا أنه لا يوجد حل واحد يناسب جميع الدول للتحول الطاقي وإزالة الكربون، وأن كل دولة يجب عليها أن تعمل على تشكيل مزيج من مصادر الطاقة الأنسب لها ولاحتياجاتها، مشيرا إلى أهمية التعاون لزيادة إنتاج الغاز والبترول لتأمين إمدادات الطاقة مع اتخاذ الإجراءات واستخدام التكنولوجيات للحد من الانبعاثات. على صعيد متصل، أكد رؤساء شركات البترول والطاقة العالمية وخبراء الصناعة أن الغاز الطبيعي هو الوقود الانتقالي الأمثل في هذه المرحلة، وأنه سيظل كذلك لفترة طويلة. الخبراء وأوضحوا في جلسة المائدة المستديرة التي نظمها منتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة أن تطبيق تكنولوجيا خفض وإزالة واحتجاز الكربون يحتاج إلى عوامل للنجاح، منها توافر التمويل والسياسات واللوائح التي تنظم هذه المشروعات، بالإضافة إلى خفض التكلفة الاقتصادية، إلى جانب توفير البنية التحتية الناقلة ومواقع لإقامتها على المستوى الإقليمي. كما أكدوا أهمية التعاون بين الدول وجميع كافة الأطراف المعنية لدراسة ووضع إطار تنظيمي لكيفية تنفيذ هذه المشروعات على أرض الواقع، سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي. نظمت محافظة الفيوم بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين معرض أهلا مدارس بجوار السوق الرياضي، وذلك لتقديم احتياجات الأسر بالمحافظة من الأدوات المدرسية وبتخفيضات وصلت إلى 30%. فلنتابع المزيد في هذا التقرير. بتخفيضات تتراوح بين 25 إلى 30% عن مثيلاتها في الأسواق، تقدم معارض أهلا مدارس منتجاتها للمواطنين دعما لهم ورفعا للعبء عن كاهلهم. وكباقي المعارض التي يتم تنظيمها في المحافظات المختلفة مع اقتراب بداية العام الدراسي، في تقليد بدأ منذ عدة سنوات، نظم معرض أهلا مدارس بمحافظة الفيوم بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين، وتم افتتاحه بوسط مدينة الفيوم بجوار الاستاد الرياضي. المعرض ده معرض دائم. لو حضرتك شايف تصميمات المعرض لمدة 5 سنين. بيتعمل كل سنة، كان الأول معرض متحرك، دلوقتي معرض دائم. بيشغال كل يوم من الساعة 11 صباحا لحد 11 مساء. مفتوح للجمهور، نسبة المبيعات فيه والخصومات فيه عالية جدا، بتصل ل 30% أحيانا، وفي كل مستلزمات المدارس. المعرض يضم المنتجات المختلفة التي تحتاجها الأسرة مع اقتراب العام الدراسي، الأدوات المدرسية، الملابس، الحقائب والأحذية،
ولتقديم أقل أسعار ممكنة يشارك في المعرض تجار الجملة من أبناء المحافظة. نسبة التخفيض تعدي 30%، هو المفروض ان هي 30%، انا عملناها هتعدي 30%. 30% ممكن تكون محكومة بالورق، في كراس ب 3 جنيه ونص سياحي، في كشكول سياحي ب 5 جنيه ونص، وفي كشكول سياحي ب 3 جنيه 75، وفي كراسة سياحي 3.75، وفي كشكول سياحي 6.5. في طبعا اقلام اقلام جافي، اقلام رصاص، بريات، مساطر، كل ما يلزم، لانش بوكس، زمزميه، مقالم، شنط، صبورة سهرية. وطوال أيام تنظيم المعرض تقوم مديرية التموين بالفيوم بالإشراف عليه، وتقدم الدعم اللازم لعارضيه وزائريه على حد سواء، بما يضمن مواصلة العمل به على النحو الأمثل. شركة شكيل وكرئيس ومستلزمات المدارس، يعني كويس، يعني أسعار كويسة وعن بره وكده وأرخص شوية. يعني هنشتري مستلزمات المدارس، الحاجات هنا كويسة ورخيصة. جيت السنة اللي فاتت بس كان فاتح في مكان تاني عند السوائل. معرض أهل المدارس أحد جهود تبذلها الدولة لمواجهة غلاء الأسعار وجشع التجار، يأتي في إطار المعارض التي يتم تنظيمها بشكل دوري لتلبية احتياجات المواطنين في المناسبات المختلفة. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري. اتفقت إدارة البنك وصندوق النقد الدوليين مع السلطات المغربية على المضي قدما في عقد اجتماعات الخريف السنوية للعام الجاري في مدينة مراكش المغربية خلال الفترة من 9 إلى 15 من أكتوبر المقبل. وبحسب بيان مشترك صادر عن رئيس البنك الدولي أغاي بانغا والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ووزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي، فإن الاجتماعات لن تعطل جهود الإغاثة وإعادة الإعمار، وأنه بالإمكان ضمان سلامة المشاركين في هذه الاجتماعات. تراجع الإقراض السيادي الصيني لإفريقيا إلى أقل من مليار دولار العام الماضي، مسجلا أدنى مستوى في نحو العقدين من الزمان، ما يعكس تحول بايكين بعيدا عن موجة تطوير البنية التحتية الكبيرة المستمرة منذ عقود في القارة. يأتي انخفاض الإقراض الذي أظهرته البيانات الصادرة عن مبادرة الصين العالمية بجامعة بوسطن في وقت تعاني فيه العديد من الدول الإفريقية من أزمات ديون، فيما يواجه اقتصاد الصين تحديات متزايدة. إلى أسعار النفط العالمية التي ارتفعت للجلسة الرابعة على التوالي، إذ أثار ضعف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة مزيدا من المخاوف حيال شح المعروض، والذي تسبب فيه تمديد تخفيضات الإنتاج من كل من السعودية وروسيا. وقد صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 1% لتصل إلى 92 دولارا 38 سنتا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بنحو 0.3% لتصل إلى 94 دولارا 70 سنتا للبرميل. وبعد الفاصل نستعرض الأحوال الجوية والطقس مع شيراز الوفائي. نشرة جوية، أهلا بكم. يسود غدا طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل على فترات متقطعة، وشبورة مائية في الصباح الباكر على الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء على فترات متقطعة، مع فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة. وعن التوقعات المنتظرة للأيام القادمة تشير إلى استقرار في الأحوال الجوية، ونبدأ التوقعات من القاهرة. الأربعاء 32-24، الخميس 32-24، الجمعة 33-22، شرم الشيخ الأربعاء 36-27، الخميس 36-27، الجمعة 36-26، الأقصر الأربعاء 38-26، الخميس 36-25، الجمعة 37-25. والآن مشاهدينا مع بيان بدرجات الحرارة المتوقعة.
القاهرة 32-24، الإسكندرية 29-23، دمياط 30-24، بورسعيد 30-24، العريش 30-22، رفح 31-22، الإسماعيلية 33-22، السويس 32-23، مطروح 28-22، وادي نطرون 33-23، المنصورة 32-23، طنطا 32-24، دمنهور 31-23، سانت كاترين 30-15، الغردقة 37-26، شرم الشيخ 36-27، الفيوم 37-26، المنيا 34-23، أسيوط 35-22، سوهاج 36-23، قناة 39-24، الأقصر 39-25، الوادي الجديد 38-22، أسوان 40-26، حلايب 32-27، شلاتين 36-26، أبو رماد 34-28، رأس حضربة 33-29، نهاية النشرة. وإذن هذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يختتم زيارته الإمارات بعد مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات. هيئة الانتخابات تكشف آخر استعدادات انتخابات الرئاسة غدا، والحوار الوطني يدعو مؤسسات الدولة إلى الحياد مع جميع المرشحين. انطلاق أعمال جمعية العمل للأمم المتحدة 87 بنيويورك بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري. وللمزيد دائما مسبيرو.إيجي. أشكر لكم طيب المتابعة. شكرا لك عمرو، شكرا لحضرتكم، وإلى اللقاء.